بسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. كل سنه طيبين. الاسبوع اللي جاي هنبقى في الصوم الكبير، صح؟ يعني الاجتماع الجاي الصوم الكبير. انا اكلمكم على اصحاح في سفر اشعياء صح 58. صح ده بيتكلم على صحيح، بيتكلم على الصوم، لكن غرض الإصحاح يتكلم على شكلية العبادة. ساعات إحنا ممكن نكون في الكنيسة بس ما بنتقابلش مع ربنا، نتقابلش معاه، حس بدخل وبخرج. ممكن أنا ما بتغيرش، الدنيا هي هي، ممكن ساعات أكون أرجع لورا، وممكن طبعا في حد بيقدم لقدام، لكن هي ساعات الواحد يعيش مع ربنا أو يعيش في عبادة معينة بس يحس إن هو كان الدنيا واخدة شكل كويس، لكن ما دخلتش لجوه إن أنا أتقابل مع ربنا. فالإصحاح ده بيتكلم على إزاي الواحد يقرب لربنا في الصوم. إحنا كلنا بنصوم ونسمع الاسم في القداس يقول ايه، الصوم والصلاة هما اللذان رفع إلي السماء، الصوم والصلاة هما اللي بيخرجوا الشياطين، الصوم والصلاة الصوم والصلاة. تقعد الاسم، تقعد تتكلم على الصوم والصلاة، عمل عجيب جدا بيعمله الصوم والصلاة. وبعدين ساعات الواحد يقول طب ما انا بصلي، وطب ما انا بصوم، وبقالي مدة بصوم، بس ساعات يعني بحس ان انا دخلت الصوم أكن مثلا غيرت الأكل ورجعت تاني، ولا حاسس إن أنا صمت وعملت حاجة. بل بالعكس ساعات الواحد بعد شوية يقول أنا صمت كتير، يعني مش ممكن يكسل في الصوم شوية أو ما يحسش بأهميته ويدخل فيه بعد مدة. في أمل نجيب الصح؟ لا، ما أنا معايا بس هم عشان يتابعوا معايا. طب طلعوا عشان هي 58، وأول ما يطلع إيه هنقول لكم عليه. حقيقة أنا كنت بلغت حد يقول لكم، بس واضح إن هو ما وصلش. يعني الإصحاح بيقول طلعته، بيقول نادي بصوت عال ولا تمسك، ارفع صوتك كأبوك. هنا ربنا بيقول لأشعياء نادي بصوت عالي، ما تمسكش في الكلام، يعني اتكلم باللي انا عايز اقوله لك. ساعات الواحد يقول ايه انا حاسس الكلمه دي صعبه، يعني لا، ربنا بيقول له ايه اللي هقوله لك قوله. ارفع صوتك كبوك. البوك ده بيستخدم في ايه؟ عاده الابواق دي تستخدم انذار. لما نيجي نقرا سفر الرؤيا نلاقي ان هو ايه، في ابواق، وبعد الابواق يقول لك في جامات. جامات يعني ايه؟ جامع يعني ايه؟ نار. الاول بوق، وربنا يتعامل معانا اول كل حاجه ببوق انذار. يعني ممكن الواحد مثلا ربنا يعمل معاه موقف كده بيشد عليه شويه بس مش قوي، ده بوق بيقول لك خد بالك. لكن ممكن الواحد لما ما يستفدش من البوق ده ممكن يدخل في ايه، في حاجه اصعب، تبقى زي يكون ايه، نار بقى بتنزل، يقول لك انا عايش في نار، انا في نار. فبيقول له ارفع صوتك كبوك، انذرهم، قول لهم اللي انا اقوله لك. بيقول اخبر شعبي بتعديهم وبيت يعقوب بخطايا. هيقول للشعب ايه؟ ايه الخطايا اللي هم بيعملوها؟ هنشوف الجزء اللي هنقراه ده فيه صوره حلوه قوي. لو قريناه كده واحنا مش فاهمين نحس دي ناس كويسه. فبيقول ايه؟ اياي يطلبون يوما فيوما. الشعب ايه؟ بيطلبوا ربنا يوما فيوما، يعني كل يوم هو عايز يعرف ربنا. درست ان هو يعني ايه يسمعه ويعرفه. اياه يطلبون يوما فيوما، كل يوم اقول يا رب خليك معايا، يا رب مش عارف، يا رب يا رب. اياه يطلبون ايه؟ يوما فيوما. شكلها حلو. ويصرون بمعرفة طرقي. بفرح بمعرفة ايه؟ طريق الرب. يا طب دي ناس كويسة قوي، يعني ايه؟
يحضروا كده اجتماع كده وفرحانين، بيسمعوا مثلا حاجة، يعني عرفنا حاجة حلوة، شفنا حاجة في التلفزيون، قناة في التلفزيون بتشرح حاجة، بيفرحوا انهم يعرفوا ايه طريق ربنا. يقول ايه؟ كأمة عملت برا. هنا ك، بس هم مش كده، هم مش كده. بيقول كأمة شكلهم كده زي أمة عملت بر، يعني عايشة في حياة بر، في حياة قداسة يعني. يبقى هم شكلهم من بره ايه؟ قديسين، صح ولا غلط؟ قديسين، بيطلبوا ربنا كل يوم وبيفرحوا لما يعرفوا طريق ربنا، زي أم عملت بر. ويقول أم عملت برا ولم تترك قضاء إله، يعني ماشيين حسب الشريعة، حسب الناموس. يعني إيه؟ ناس ماشية إيه؟ تمام، حلو الكلام ده، منظرهم إيه؟ حلو. بس هم إيه؟ هم بيعملوا كده، بس ربنا مش شايفهم كده. هم بيقول كأمة عملت برا، هم شكلهم كويسين. طب وبعدين؟ يقول يسألوني عن أحكام البر ويصرون بالتقرب إلى الله. واحد ايه يسأل ابونا نعمل ايه، مش عارف الموضوع ده، طب الموضوع ده نتصرف ازاي، طب اصوم ازاي، طب اكل ايه في الصيام، طب اصلي ايه في الصيام. بعدين بالكو يبقى ايه؟ يقول لك ايه؟ يسألوني عن احكام البر ويصرون بالتقرب الى الله. هم يفرحوا ان هم يقربوا لربنا. عشان كده الجزء ده ممكن اقول ان هو ينطبق على ناس عايشة في الكنيسة، صح ولا غلط؟ دول مش هيكونوا الناس اللي بره الكنيسة، الناس اللي عايشة في الكنيسة. ده ممكن يكبر عن كده؟ ده بيتكلم عن ناس عايشة في الكنيسة، بيعملوا كل الحاجات دي، بس مش معنى كده ان اللي عايشين في الكنيسة كأم عمل بر، لا، احنا اولاد ربنا. بس انا بقول لكم ايه؟ أكن ناس هم كده كانوا ممكن يكون في اليهود زي الكتب والفريسيين، مدققين قوي قوي قوي، صح؟ مدققين قوي، وتشوفهم يعني يصفون عن البعوضة، يعني بلاش نقول يبلعوا الجمل يعني، بس يعني مدققين تمام التمام. شايفين كده بدأ؟ طيب. ويصرون بالتقرب، أنا بحب إن هم يقربوا لربنا. يقولون، أول ما جم يكلموا مع ربنا كلموا صراحة يعني بطريقة عيب تتقال، طريقة وحشة. عشان كده ساعات الواحد اللي مع ربنا بس مش صح شكليا، لما ربنا يعمل معاه موقف يقول لك هو فين ربنا؟ ده أنا بصوم، ده أنا بصلي، ده أنا باجي الكنيسة، إزاي يعمل معايا كده؟ أنا ولا أصلي ولا أصوم ولا أجي الكنيسة ولا مش عارف. مش تشوف ساعات حد يزعل كده؟ يغضب. طب ايه ربنا بقى قال ايه؟ قال له ربنا ايه؟ لماذا صمنا ولم تنظر؟ زللنا انفسنا ولم تلاحظ؟ انت مش شايف احنا بنعمل ايه؟ مش شايف احنا صايمين ازاي؟ انت ما بتبصش ليه؟ لما احنا صايمين ما ببصناش ليه؟ من طريقه الكلام، لماذا صمنا ولم تلاحظ؟ ليه؟ ما احنا صمنا. زللنا انفسنا، يعني بقى نظام صوم بقى، يعني الواحد ذل نفسه. وما انتش باصص لينا خالص. ده اللي هنتكلم بقى ايه عليه دلوقتي، اللي هو الواحد يتقرب لربنا ازاي، وايه اللي بيبعده عن ربنا. ممكن الواحد يعمل كل الممارسات بس ما يعملهاش بقلب حلو، حس الواحد ولا بيعمل حاجة. زللنا انفسنا ولم تلاحظ، ده انا باجي على طول بس اقول لك مش معرفكش، يعني مش واخد بالي منك. زي ايه؟ قالوا ايه؟ انت يا رب علمت في شوارعنا وعملت وعملت، وبعدين قال لهم ايه؟ اذهبوا عني اني لا اعرفكم. ما اعرفكوش ازاي؟ دي احنا كنا بنمشي وراك وعلمت في شوارعنا، زي ما تعرفناش. بيقول ها انكم يوم صومكم تجدون مسرة وبكل اشغالكم تسخرون. يوم صومكم تجدون مسرة، يعني ممكن واحد يبقى صايم بس ممكن تبقى ايه؟ هو بيحب خطية معينة، بيحب خطية ويصوم بس ايه الخطية اللي هي بيحبها ويجد فيها مسرة، ايا كان
ممكن خطيه دي مثلا واحد ينم كده مثلا قعدة نم كده مع بعض، ونجيب سيرة حد ونتكلم على حد، بنحب القعدة دي مثلا، نقعد مع بعض في أي حتة ونتكلم ونقول ونزين ونعمل بنحب. ممكن واحد تاني يجد مسرة يبقى فصايم، وبعدين يمسك الموبايل هو بيحب يتفرج على حاجة وحشة، فيديوهات مش كويسة مش عارف ايه، هو شايف ان هو بيحب الحاجة دي، يجدوا لهم مسرة. ايا كان بقى ايه الحاجة يسموها الخطية المحبوبة، هتبقى في حاجة ايه خطية واكلاها شوية شغلاها شوية، في صومكم تجدون المسرة. يبقى اول حاجة ان انا عشان ربنا يسمع صوتي، لا انا لما اجي اصوم ايه اتوب، اتوب بجد. يوم تجدون المسرة وبكل اشغالكم تسخرون. انا اتكلمت في الاول قلت هي ايه مظهرية العباد، هم كانوا مثلا يوم السبت قدس ايه يوم السبت، يقول لك هنقدس يوم السبت. طب هنعمل ايه يوم السبت؟ احنا عايزين نقدسه، احنا ما بنكسرش سبت يعني. طب هنعمل ايه؟ يقول لك كانوا يأجروا فلسطينيين ويدوهم فلوس ويشغلوهم عشان يعملوهم ما عايزين يعملوه يوم السبت. خد بالك الواحد يتحايل على الايه. طبعا هما كانوا بيقدسوه بطريقة غلط، قدسوه بطريقة غلط، ده كان ممكن يقدسه حتى يعني مش زمان بس، بعد كده ان هو عشان يفتح النور بس يدوس عليه، ما عايز حد يدوس له عليه، ما ينفعش يدوس على الزرار، يأجر حد للدرجة دي. خدين بالكم كل أشغالكم تسخرون، شكلية العبادة. يقول ها إنكم للخصومة والنزاع تصومون ولتضربوا بلكمة الشر، يعني صايم ومخاصم، اضرب بلكمة الشر يعني مثلا واحد مضايقني اعرف ايه اديله يعني اردها له يعني لكمة شر، يعني اعرف انتبه لنفسي كويس، او يعني يقول له هاذيك يعني ممكن اذيك يعني. وبعدين يبقى انا صايم. لستم تصومون كما اليوم لتسميع صوتكم في العلاء، عشان كده يقول لك تسميع صوتكم في العلاء لازم يكون اصلا وانا صايم ليا صوت، الصوت اللي هو ايه بصلي. يقول لك الصوم والصلاه هما اللذان يخرجان الشياطين وهما اللي عملوا. يبقى ايه انا المصوم ايه عشان اكون بصلي وصوتي يطلع لربنا. بيقول امثل هذا صوم اختاره، ربنا بيقول لهم بقى الصوم اللي بيصوموه شكله ايه، هل الصوم ده انا بختاره؟ طب ايه يا رب الصوم ده اللي هو يعني مش عاجبك؟ قال ايه؟ يوم يذلل الانسان فيه نفسه ويحني كالاسل راسه. ساعات واحد ايه يعني يبقى صوم كده يتذلل لربنا، ايه يعني ايه يحني كالاسل راسه؟ الاسله دي نبات مائي ماشي، بيبقى على ضفاف النيل او على ضفاف اللي هي مش الحاجات المالحه يعني، والاسله دي عامله نبات كده واقف كده وراسه عامله كده، خد بالكم زي واحد ايه يعني مضطدع قوي. طب هي مضطدعه الاسله دي؟ لا هي شكلها عامل كده، بس هو ايه يظهر بمظهر التضاع كده في الصوم، يعني صايم ومتضع بقى واخطيت سامحوني واخطيت مش عارف ايه وبتاع. مره كان في قصه في البستان بتحكي عن واحد كان يعمل كده، كان راهب كان يقعد ايه يجري كده ويخبط على الاذان، يا ابونا ابونا اخطيت سامحني اخطيت حللني يا ابونا مش عارف ايه، ويقعد يعدي كده، وكان يعمل الحركه دي كتير يعني. فرئيس الدير ما عجبوش ايه اللي بيعمله ده، فراح مرة قال له أخطيت يا أبونا سامحني، قال له طيب طالما أخطيت اقعد في القلاية ما تطلعش منها، اقعد توب. بيقول لك اتحول وشه كذئب هياكل أبونا، هياكله أنا أقول كده لكن أنت ما تردش عليا كده، خدين بالكو ده يحني كالأسل رأسه، شكله جميل، شكله كأنه عامل كده بس هو مش حلو، ربنا مش عايز الشكل ده. لو صمت تغسل وشك وتدهن راسك ولا تظهر للناس صائما، فاهمني؟ لكن الحاجات والحركات وبين ان انا صايم دي طبعا ايه مش حلو. يقول يفرش تحته مسحا ورمادا، ايه اللي زي كده ايه؟ عارفين اهل نينوى قعدوا في المسح والرماد يعني يصوموا يعني، لكن دول كانوا بيتوبوا بجد، المدينه هتتقلب عليهم، لكن دول ايه مظهر بقى، فلان ده سلام معلم الناموس وفارش تحت ومسح ورماد وعايش بقى. المظاهر دي مش هي اللي ربنا عايزنا فيها. هل تسمي مثل هذا صوما ويوما مقبولا للرب؟ انت بتسمي الصوم ده لو الواحد لسه بيفرح
وفي خطيته وفي مظهرية وعمل مضطهدة وعمل حاجات دي، ده يعني صوم انا قبله كده اخترته كده انا مبسوط كده؟ بيقول ايه؟ فقال بقى ايه هو الصوم المقبول؟ بيقول اليس هذا صوما اختاره؟ ايه يا رب الصوم اللي انت تحبه؟ ايه اللي يقربني ليك؟ اللي هو موضوع النهارده، ايه اللي يقربني ليك؟ ايه اللي يخليني اعرفك؟ ايه اللي يخليني كده تكشف لي ذاتك واتعرف عليك شويه شويه واحبك؟ قال اول حاجه حل قيود الشر. نمره واحد، حل قيود الشر. ايه قيود الشر؟ احنا لما الواحد بيعمل خطيه مره واثنين وثلاثه ويتهاون كده يلاقي نفسه ايه؟ اتربط، اتربط كده. يقول لك بحاول بقت مش عارف اتصرف فيها ازاي، مش عارف. الخطيه ماسكه فيا، مقيداني. مقيداني. فاول حاجه انا لو بجد عايز اصوم اتوب. ساعات الواحد يقول لك عايز اعترف عشان انا اصوم، حلو، بس الاعتراف ده مبني على توبه بجد، يعني انا فعلا تايب ولا انا مجرد بعترف، ولا زي ما اتقال في الاول يصرون بتقرب التقرب الى الله ويسالون عن احكام تركي ويعملوا ايه كأمة عملت برا. انا ممكن اعمل الحاجات دي كلها بس مش بعمق ان انا فعلا تايب. فاول حاجه حل قيود الشر، بلاش تبقى متربط بربطات خطية، حل قيود الشر. وتاني حاجة قال فك عقد النير. ايه النير ده؟ النير عبارة عن خشبة بتربط حيوانين ببعض، ماشي، يكونوا بيحرسوا او بيعملوا خشبة بينهم كده تربطهم ببعض، يمشوا مع بعض يروحوا مع بعض يلفوا مع بعض هما كده. طب ايه بقى فك عقد النير؟ انا ممكن اكون متربط مع حد بس التربيطة دي مش حلو، حد يخليني يعني وانا بتعامل معاه لازم نقع في الخطية، لازم نقول كلام وحش، لازم نتكلم بطريقة مش عارف، لازم نشتم ولازم نتكلم على حد ولازم او ايا كانت بقى نوع الخطية، ايا كانت كل واحد ممكن يفكر فيها تبقى ايه. انا مربوط بحد، مربوط بحد مسبب لي ان انا اكون في خطيه، او مربوط بالشيطان، مش لازم شخص، بالشيطان، مش بشخص، لازم موقعني في الخطيه. فك عقد النير. اطلاق المسحوقين احرارا. الواحد ايه؟ واحد يحس ان هو لو هم كانوا مثلا عندهم عبيد ولا بتاع كانوا يعني يجيبوا المسحوق ده يسحقوه يعني يسووه يعني. لا، ما بقاش الواحد يعني ايه يبقى يسحق الناس كده، او يحس ان هو مثلا واحد فتح مثلا شركه ما يفتريش على حد يعني يسحقه، يعني واحد جايب حد يشتغل في البيت يموته عشان هيديله في الاخر مش عارف هيديله ايه. لا، برضو الواحد يكون عنده ايه؟ عنده رحمه. اطلاق ليه؟ قطع كل نير. تاني، قطع كل نير. اي حاجه بتربطني بحد بحاجه اقطعها. وسيدنا المسيح قال ايه؟ احملوا نيري عليكم. نيري هين وحملي ايه؟ خفيف. نيري هين وحملي خفيف. يبقى انا ايه؟ اكون مع نير مع مين؟ مع المسيح. اتربط انا وهو، مش اتربط بحد تاني. يقول اطلاق أليس أن تكسل للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التاهين إلى بيتك وإن رأيت عريانا أن تكسوه وأن لا تتغاضى عن لحمك؟ كلها حاجات فيها إيه؟ عطاء. واحد يدي ويعطف ويأكل يعني الواحد يكون إيه؟ بيدي، ما يبقاش الدنيا معاه إن هو حاجته ليه هو فقط يعني. حينئذ لو الواحد بقى عمل كده ربنا يفرح بينا قوي. يقول إيه؟ حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك. كلمة ينفجر دي عارفين زي قنبلة بتنفجر فرقعة يعني فرقع كده، نورك يطلع زي فجر كده ينفجر بطريقة كده. ايه النور ده؟ ايه النور ده؟ النور ده دايما يرمز لايه؟ لحاجات. النور في الكتاب المقدس يرمز للفرح مثلا، خلي بالكم، لما انفجر مثل الصبح نورك الواحد يحس كده ايه، عارفين الافراح لما يحلقوا انوار وبتاع، النور ده فرح، النور ده نجاح، النور ده بركة،
واخدين بالكم؟ ينفجر مثل الصبح النور، يقول لك فلان ده منور، ده منور. في حاجة؟ ينفجر مثل الصبح ايه؟ نوره. ويصير برك امامك، الواحد يحس ايه؟ بره امامه، يعني الناس تشوف ايه الانسان ده بركه، يعني يحس ان هم يتعلموا منه يشوفوه، يصير برك امامه. ومجد الرب يجمع ساقتك، الساقه اللي هي مؤخره الجيش. ماشي؟ مجد الرب يجمع ساقتك، ايه المؤخره دي؟ عاده اللي ايه؟ اللي تعبان واللي مش قادر واللي كل واحد فيه حاجه مش قادر، تعبان يعني. ربنا يجمع ساقتك، الناس اللي ورا دول اللي تعبانين. انا بالنسبه لي احس بالامان، ربنا ايه مش سايبني في ظهري في بؤخره الجيش، في ظهري حميني. يجمع ثقتك حين استدعو فيجيب الرب، تستغيث فيقول ايه؟ ها انا ذا. هو الرب يقول لك انا هو، انا هو. ليه؟ لان لما استغيث قبل كده مسكين ما سبتوش، لو كان في حد مسحوق حررته، لو كان في نير مع خطيه مع حد فكيته، لو عملت كل ده، لما تقول له يا رب يقول لك انا هو. اول ما تقول يا رب يقول لك انا هو. بيقول تاني ان نزعت من وسطك النير. اكتر حاجه على فكره بتتعبنا ان احنا نتربط مع حد مش ابن ربنا قوي. احنا طبعا مش مربوطين برباط ان حد يعطلني، لكن عايز اقول على حاجه ساعتني نشوف كده ايه ناس يبقوا اصحاب مع بعض تلاقيهم كلهم ولاد ربنا وماسكين في ربنا، ناس تاني تحس واحد جابهم الارض. الصداقه دي والمعارف والدنيا دي لو انا لم احسن اختيارها لاقصى درجه تبقى نير وحش بيبعدني عن ربنا. فيقول ايه؟ ان نزعت من وسطك النير والاماء بالاصبع وكلام الاسم. عارفين واحد بيشرب اصبعه كده؟ انت تعمل كذا وانت كذا، اقعد تعامل مع الناس وحش، صح؟ يقول لك انت اللي هناك تعالى، احتقار. يبقى الواحد ما ايه؟ ما يعملش كده. ربنا عايزنا نكون حلوين، ما نعملش كده، نكون طيبين، نحترم الناس، الاماء بالاصبع. وأنفقت نفسك للجائع وأشبعت النفس الذليلة، يشرك في الظلمة نورك. لو الواحد بقى إيه فعلا أكل الجائع، يعني ياما سمعنا أو سمعنا قبل كده قصص إن كان في راهب كان عنده 5 خبزات وكان مجاعة، وخبط واحد راح إداله ومش عارف، والتاني والتالت، وبعد كده خلصوا. ربنا نزل مطر وفي الحال، في الحال مش هيسيبه. أنفقت نفسك للجاع، أشبعت النفس الذليلة، يشرك في الظلمة نورك. في الظلمة لو الدنيا بقى وحشة حواليا وناس ما يعرفوش ربنا، في الظلمة دي يبان نورك، تبتدي ناس تحب ربنا وترجع إيه بسببك. أنا طولت يا كده؟ ويكون ظلامك الدامس مثل الزهر. ربنا بقى إيه ينور حياتي كده، ينورها. ويقودك الرب على الدوام. حس الواحد ايه؟ ربنا ماشي كل حياتي من هنا لهنا لهنا. حس ربنا يقول لك ان ربنا ما سابنيش ابدا، ربنا كان معايا طول الوقت. ويشبع في الجدوب نفسك. الجدوب اللي هي الكفار، صحراء، كفر. في ما تبقى الدنيا كده كفر وما فيهاش حاجه، ربنا ما يسيبكش، يسيبكش. وينشط عظامك فتصير كجنة ريا وكنبع ماء لا تنقطع. ينشط عظامك، دايما العظام تشير ايه للقوة، هي اللي صلبانة كده. ينشط عظامك يعني الواحد يبقى فرحان ويتهلل كده. وتصير كجنة ريا يعني وكنبع ماء، يعني نبع دايما المية ترمز للروح القدس، يبقى الواحد مليان من روح ربنا جواه. ومنك تبنى الخرب القديمة وتقيم اساسات دور فدور. ايه الخرب القديمه؟ الناس اللي الشيطان خرب حياتهم، الناس اللي الشيطان خرب حياتهم، يشوفوا ولاد ربنا كده يحبوا ان هم يرجعوا لربنا. يقول لك انا لما شفت فلان ابتديت حبيت الكنيسه وحبيت ارجع تاني لربنا. واخدين بالكم؟ احنا برضو
بنشوف بعض بإيه؟ بنأثر في بعض. من كاتبنا كتبنا الخير بالفضل؟ ويسمونك مرمم الثغرة. أنت ترمم الثغرة، إيه الثغرة دي؟ ثغرة كده سور في خرم كده. الخرم ده يخرج منه إيه؟ يخرج منه الفضيلة. الواحد يبقى فيه ثغرة كده، خطية في حياته خرمها له السور بتاعته. تبتدي فكرك الخطية دي بس اللي هتكون عنده، لكن عنده فضيلة كذا ابتدت تروح، وفضيلة كذا ابتدت تروح، ابتدى عمال يسرسب الفضايل منها، وتلاقي حياته ابتدت تبقى وحشة. والثغرة دي يدخل منها تدخل منها برضو أحكام الله. حس إن هو لا أنت غلطان في كذا وكذا وكذا. ومرجع المسالك للسكنة. الناس اللي هي برضو بقت مسلك وحاجة بتداس كده، ترجع تاني تبنى اللي هي زي النفوس اللي بتتبني. يقول ان رددت عن السبت رجلك. يعني واحد كان بيدوس السبت برجليه، ان رددت عن السبت رجلك، يعني بطلت تدوس السبت اللي هو يوم ربنا. عن عمل مسرتك يوم قدسي. عمل مسرتك اللي هي الحاجة اللي بتحبها اللي انت بتعملها في اليوم بتاع ربنا. ان عملت كده يعني ما عملتش كده، يعني ما بتدوس السبت وسبت عمل مسرتك الحاجة اللي ممكن تعملها وتبعدك عن ربنا. ودعوت السبت لذة. لذة ومقدس الرب مكرما. جعلت السبت لذة. الواحد بقى يحس ان اليوم اللي انا بقضيه مع ربنا ده احلى حاجة. يحس كده بعد ما كان تقيل على قلبي، لما الواحد يعمل الحاجات دي يلاقي بقى يوم ربنا، الوقت اللي مع ربنا هو احسن وقت انا بقضيه. واكرمت عن عمل طرقك وعن ايجاد مسراتك والتكلم بكلامك. اكرمت عن عمل طرقك. ساعات الواحد ما يبقاش مش مدي ربنا وقت، دايس السبت. ربنا يقول ما تدوس السبت، خلي في وقت لربنا، في يوم بقضيه، في يوم مثلا يوم اجازه. انا مش معمول عشان انام، انا عشان اجي قداس وافرح بربنا. مش هلاقي ان انا نفسي يعني في الشغل على طول وفي اليوم ده انا هنام، او انا في شغل على طول ما بفضلش. فحينئذ تتلذذ بالرب واركبك على مرتفعات الارض. لما ربنا يركبه على مرتفعات الارض زي ملك كده منتصر. المرتفعات دي الحاجه اللي واقفه في وشي، شهوات تعطلني عن ربنا، ربنا يركبني فوقيها. مشاكل ربنا يركبني فوقيها. واطعمك ميراث يعقوب ابيك، لان فم الرب تكلم، اللي هو ميراث يعقوب اللي هو بقى الميراث الابدي، لان فم الرب تكلم. ربنا يدينا ان احنا نكون في الصوم ده. الواحد يقول له نفسي يا رب، نفسي افك عقد النير، نفسي اقرب منك، نفسي ما ارتبطش بحاجه ممكن تبعدني عنك. انت صلي كده، نفسي يا رب اديني قوه يا رب. ربنا هو العامل فينا، يقول العامل فيكم ان تريدوا ان تعملوا من اجل المسر. ما فيش حد هيعرف يعمل حاجه من غير ربنا. ما حدش يفتكر ان انا هقدر، مش انا هطلع انا هعمل كذا. قول لي يا رب ساعدني، اديني قوة، اديني نعمة ان انا افك اي عقدة شر، ان انا افك اي نير. احنا كلنا ضعفة، لكن نعمة ربنا بتسندنا. قديس ماري اسحاق بيقول من يظن ان هناك باب للتوبة غير الصلاة فهو مخدوع من الشياطين. محدش يفتكر ان هو هيعرف يبطل حاجة الا بربنا. مش هنعرف، اعمل اللي عليك، لكن مش هو ده اللي عمل لك كل الموضوع. زي ما سيدنا البابا شنودة كان يقول حركة وبركة. حركة من ناحيتنا، نعمل اللي علينا، وبركة من ناحية ربنا. لكن مش هتقدر انت تاخد كل المشوار وقول انا بشطارتي قدرت ابطل كذا. لا، هترجع له تاني، ترجع له تاني. امتى بقى تقدر بجد بجد؟ عارف لما قال الآن أقوم وأرجع إلى أبي، ما رجعش تاني. الآن أقوم وأرجع إلى أبي إمتى؟ لأنه يوم يرجع لأبوه، لما يترمي في حضن أبوه يحس خلاص كده أنا في الأمان.
ربنا يبارك حياتكم لربنا المجد الدائم ابدا. مشكور أتسابونا.